يا ود شو عزم حد انت؟ لا حقي رن اليدل انت الحلال سمعيني ما يخصنا في حال ولا حد لخص فينا هاي يا ابوك كل واحد مسكر على عمر الباب لا حد يدري فيهم ولا حد يدري فيهم ما يخصك ما يخصك وتبون نسوي مثلهم ايه يا ريال ما يستوي بارك الله فيك يا بنت الحلال بيت عودون علينا ترى ما عليه ان خلصت فلوسك انا حاضره يلا قوم عاد ما علي ما علي بس هاي لغرب لا نعرفهم ولا يعرفونا حتى لو غرب انت نسيت ان الرسول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام وصانا على سبع عيار يلا قوم يلا نلح علينا حق ما علي صادقه بس هاي اللي يعرفون لا بعاداتنا ولا بتقاليدنا ما عليه الحين بيعرفون شو عاداتنا وتقاليدنا وبيحبوننا اكثر قوم عاد بس تعبتنا حاضر امري لله لا حول ولا قوه حاضرين يا ريال ترى المثل يقول مو بكل من يوني يرضى في البادي غلط شلك في الامثال انت المثل يقول المثل الشعبي الإماراتي اللي يعبر عن هذه الحالة للإجابة أرسل رسالة نصية مع كتابة حرف ميم ثم أترك مسافة يتبعها المثل مع ذكر اسمك الثلاثي على الأرقام التالية وقد تكون الرابح ب5000 درهم إماراتي سيعلن عن الفائز عند الساعة الواحدة بعد منتصف كل ليلة في برنامج قبل السحور